اهلا بحضراتكم ورجعنا لكم مره تانية منى وخيري وانا، ومعلش زميلنا محمود سعد بيعتذر لكم. انتوا عارفين قال لك انا اخري كده وبعدين لازم اروح احضر السحور، المدام لسه عامله البضاعه بتاعه رمضان، اشترت كل بضاعه رمضان، فبالهنا والشفا ان شاء الله. محمود عايز اقول لحضراتكم بس، لان جالنا تليفونات ورسائل كتيره بتسالنا انتوا طالعين فين، لان احنا بنقدم في الاول محمود كان بيهزر بيقول الازهر بارك وحديقه الخالدين ومش عارف ايه، لكن هي الحقيقه حديقه رائعه. الحديقه دي جوه احضان ماسبيرو، ويمكن انا علشان ابن هذا المبنى فحضرت المكان ده كان عامل ازاي قبل كده. المكان ده هو الممر اللي ما بين مبنى ماسبيرو الرئيسي، المبنى الدائري الشهير، وما بين الجراج الباركينج. اللي عارفين المنطقه دي شويه عارفين ان في ممر بيدخل العربيات سواء للركنه جنب التلفزيون او للوصول الى الباركينج متعدد الطوابق في ماسبيرو. ده كان مكان الحقيقه مهمل، وانا مش عايز اقول اكتر من مهمل، لكن هو في النهايه كان مكان مهمل تماما. كان عباره عن مخزن، اللي عنده كراتين بيحطها، اللي عنده شويه معدات بيركنها. مكان كان الحقيقه لا يسر الناظرين، ودي كانت فكره الحقيقه وزير الاعلام انه يتم الاستغلال من هذا المكان. استغلناها في احدى المرات في برنامج بيت بيتك السابق، وعملنا ديكور كان مختلف عن ده، لكن كمان كان ديكور جميل. والمره دي مسؤول الديكور عن برنامج مصر النهارده الباشمهندس وسام، الحقيقه لمساته جميله جدا. وسام نايف عامل شغل رائع، وكان معاه المخرج احمد طه اللي هو المسؤول عن البرنامج كمان، حطوا لمساتهم بحيث ان هو خرج في هذا المكان الساحر. فاحنا في خلفيه مبنى ماسبيرو، وعلى جانبي احد شاطئي ايوه نهر النيل، واللي انتوا شايفينه ده كله بلمسه عماد الغول المخرج، اللي هو صوته بح معانا علشان يظبط اللونجات والكادرات والزوايا. لكن في النهايه الاستاذ احمد طه المشرف العام على البرنامج، هو ايضا مخرج يعني مسرحي، مخرج مسرحي كبير طبعا يعني. لكن في النهايه الموضوع طالع في شكل رائع، ومش عارف اذا كنت يا عمده تعرف الكاميرا الخفاش الكرين تجيب الممر العبقرية النافوره دي، مش نافوره ده جدول، الجدول لا والنافوره اللي هناك دي، ما هي نافوره بترقص. ها هي دي نويفره نويفره صغيره. لا المفروض شلال، يعني شلال صغير. ما هو الشلال الصغير اسمه جدول، اللي هو بينزل سرسوب ميه صغير على الجدول المائي. ايوه ده بحكم دراستك في وزاره الري بقى، قول لنا. ايوه انا خدت سنتين في وزاره الري. عايزين يا تامر برضو، واحنا ما ننساش برضو، معلش احنا قاسيين اتكلمنا كده، بس برضو لازم نديهم حقهم، فريق الاعداد وفريق الانتاج وفريق الاخراج في الحقيقه يعني تعبوا جدا جدا، يعني بقالهم تقريبا شهر وشهر ونص، في منهم كتير ما روحوش بيوتهم، يعني سواء تخيلوا بيشتغلوا في ثلاث برامج في نفس الوقت، يعني انت كانك برنامج لوحدك وتامر ومحمود ديكوريني، وده الديكور الثالث، ومحمود ديكور متحرك. فبجد الناس دي احنا كل الشكر ليهم، احنا مدينين يعني ليهم بحاجات كتير جدا. يعني لو احنا طالعين شكلنا حلو النهارده في مكان جميل جدا، اضاءه مظبوطه جدا، وفي تكييفات كمان في الجنينه، فاحنا مش حاسين بحر، فاحنا بجد بنقول لهم الف شكر يعني. يعني لو ينفع، بس طبعا ده ياخد وقت طويل، لو ينفع نقول الاسامي كلها دلوقتي، بس يعني البديل الوحيد اللي جاي في دماغي ان انا برجو حضراتكم رجاء شخصي مني ان تنتظروا نهايه البرنامج وتتابعوا تتر البرنامج اللي هينزل، بيبقى فيه كل انسان بيشارك في برنامج مصر النهارده، ومع كل اسم بينزل وجهوا له التحيه، لان هو الحقيقه مش جندي مجهول، جندي في قلب الميدان وبيعملوا شغل رائع. احنا الحقيقه مرفهين بالنسبه اللي هم بيعملوه. احنا كان بيبان يعني نبدو تعبانين والواحد مكسوف من نفسه، وهم واقعين ومش واكلين. صحيح. احنا الايام اللي فاتت كنا بنمشي من هنا الساعه 2 و3 الفجر، وهم ولا واحد منهم شفناه مره مكشر ولا بيقول انا تعبت ولا بيقول كفايه يا جماعه. اللي واقفين ورا الكاميرات، زمايلنا في الانتاج، زمايلنا في الاخراج، المونتاج حاجه انا مكسوف منهم. يعني انا يعني بقيت حاسس بييجوا قبلنا ويمشوا بعدنا. لا، وانت اللي في الشاشه وانت اللي في الصوره، وهم هم ثلاث ارباع النجاح، يعني احنا جزء صغير قوي. صحيح. فهم ثلاث ارباع النجاح اللي يستحقوا مننا كل تحيه، لازم نشكرهم على الهوا ونقول لهم احنا ممتنين بكل اللي قدمتوه عشان شكرا. ما تاخدونيش بقى في الكلام، استنوا بس، لان انا اول مره اشوف دلوقتي على الشاشه البروموهات بتاعتكم. يعني انا هبتدي بقى بتامر عشان انت قاعد جنبي يا خيري. لا لازم ما يبقاش في محاباه، يعني هو قاعد في التكييف. طب قبل ما نتكلم معانا تليفون طبعا، الفنانه الكبيره سميره احمد. اهلا وسهلا. اهلا بيكم كلكم. ازيك يا سمسمه، كل سنه وانت طيبه. ازيك انت يا غنور يا جميله، انا عارفه ان حضرتك بتحبي اصحابك يقولك يا سمسمه. طبعا طبعا. امال ايه، وانت يا حبيبتي مش صاحبتي بس.
كل سنة وانتم طيبين يا منى ويا استاذ خيري ويا استاذ تامر، كلكم بخير يا رب. وحضرتك بخير وسعادة، وهتنورينا في رمضان السنة دي، عاملة لنا مفاجأة السنة دي في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ماما في الاسم. ايوه خرجتي من الاسم امتى يا استاذ؟ لسه ما خرجتش. كفارة. لا احنا من حبنا ليكي هنجيلك في اي حتة، والحلاوة جاهزة والمحبة كمان. ايوه عايز حلاوة من فضلك. لا هي هي الحلاوة. انا يا استاذ خيري انا اللي بودي الناس الاسم. طبعا. ايوه لا بس هي الجرأة. الجرأة يا استاذة سميرة في المعالجة الاجتماعية الكوميدية دي انا بحييكي عليها الحقيقة. متشكرة جدا يا استاذ سامي. ده انا يعني مش عارفة اقول لكم ايه. الاستاذ يوسف معاقي اللي كاتب كلام جميل جدا، والاستاذه رباب اللي عملت العمل ده، انا بشكر كل العاملين في هذا العمل بعبقريه الاستاذ محمود ياسين كمان. طبعا هي بتبقى اصعب حاجه يا استاذه سميره فكره لما يكون ممثل بتاع تراجيدي وفجاه يجي يمثل كوميدي، بتبقى مساله صعبه قوي. اصل انا ما بمثلش كوميدي، انا الاستاذ يوسف معاقي غير لي شخصيتي خالص، عامل شخصيه جديده جدا وانتوا هتتفاجئوا بيها، وانا ما بعملش حاجه كوميدي، انا والاستاذ محمود احنا ناس جد جدا، والموقف نفسه اللي هيضحكك، انما هو كوميدي ساخر ومواقف انسانيه جميله. انت يعني انا بقول انا كنت مستمتعه وانا بعمل هذا العمل بشكل انا فخوره بيه وبكل الممثلين اللي كانوا معايا وبحييهم كلهم، انما انا مستنيه رايكم انتوا وبتمنى انه يعجبكم. هيحصل ان شاء الله، ووعدينا ان لما الناس تستمتع بس بشويه حلقات مبدئيه حضرتك تشرفينا هنا هو، علشان اولا تاخدي حب جماهيرك على الهواء، نمره اتنين تقولي لنا بقى الكواليس والاسرار. ده انا اللي بتمنى يا تامر، انا اللي بتمنى. يشرفنا والله العظيم، انا بتمنى اني اجي لكم عشان اقول لكم ايه اللي كنت بعمله مع الاستاذ يوسف معاقي ومرمر. خصوصا يعني انا كمشاهده يعني حضرتك وحشاني على الشاشه، احنا ما شفناكيش السنه اللي فاتت في اي عمل، فان شاء الله اكيد هنسعد بيك ان شاء الله على الشاشه هذا العام، وكل سنه وحضرتك طيبه يا مدام سريه. كل سنه وانتم طيبين وكل العالم بخير يا رب يا رب، ومصر كلها بخير وحضرتك كل سنه وانت طيبه يا سمسم. ربنا يخليكي. انا بس اسمحوا لي